عليكم أصدقائي، في هذه الحلقة غادي نتعلموا كيفاش نعبروا على الأوبينيون ديالنا، Expressing Opinion. وهذا الدرس داخل في الكوميونيكيشن. أول حاجة خاصكم تكونوا عارفين ربعة ديال الحواج باش تفهموا هذه لسون مزيان. Asking for Opinion هي فاش كتطلب من شي واحد يعطيك الرأي دياله. Giving Opinion تعطي الرأي ديالك. Agreeing اللي كيعني توافق على شي رأي. وآخر حاجة هي Disagreeing اللي كتعني تعارض شي رأي. نبدأ ب Asking for Opinion. نفترضو You have prepared a cake، صوبتي واحد الكيك وبغيتي تسول صديق ديالك على الرأي ديالو في هاد الكيك اللي صوبتي. So what are you going to say؟ اشنو غتقول ليه؟ في هاد الحالة خصك تسول هاد صاحبك. You must form a question. كاين بزاف الأسئلة اللي ممكن تطرح باش تسول على شي opinion. What is your opinion about؟ What do you think about؟ Do you think؟ نكتفيو بهادو. نشوفو example. What is your opinion about the cake؟ بيان سور كاينين بزاف ديال الأسئلة اللي ممكن نطرحو باش نسولو على الopinion ديال الطرف الآخر. غادي تلقاو other questions في description. ندوزو giving opinion. Your friend bought a new jean. صاحبك شرا واحد سروال جديد وقال لك كي جاني. How does it look on me؟ في هاد الحالة هو طلب منك الأوبينيون ديالك، يعني بغاك تعطيه الرأي ديالك على السروال اللي شرا. إذن كيفاش غتجاوب؟ يفضل أنك فاش تبغي تعطي الرأي ديالك تبدأ بواحد expressions. In my opinion، To my mind، I think، I guess. نشوفو example. In my opinion، it looks cool. في نظري جمعك. Another example، I think it's old fashioned. كنظن أن ستيل ديالو قديم. غادي تلقاو المزيد من الجمل والexpressions في صندوق الوصف. ندوزو الاغريين. شي واحد قال لك باللي المات مادة سهلة. مات is an easy subject. What do you think؟ إلا كنتي كتوافقوا على هاد شي donc you will agree. غادي تقول I agree، I share the same view، ولا you're right، Yes of course، I hold the same opinion. آخر حاجة disagreeing، ما متفقش مع داكشي اللي كيقول داك الشخص. غادي تقول ليه sorry but I disagree، ولا I'm afraid I don't agree، ولا I don't think that. هاد لي زيكسبرسيون كتستعملهم باش تكون more polite، باش تبان انك مؤدب. غادي تلقاو بلوس دكسبرسيون في الديسكريبشن لتحت. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة. ولا عندكم شي تساؤل ولا شي درس بغيتوه يكون في هاد السلسلة، ما عليكم الا تكتبوا ليا في لي كومونتير.